فوزيم اخ تصور اخ محمد ان 86 ما كانش مبنيه الا على الجانب الكروي ولا الانجازات ولا على على كما نقولوا احنا يا ربي كش نقولوا الحاله العائليه تاعنا العائليه اللي كانت فوق ظهرنا احنا راح نفعلوا جافي ان اوبجيكتيف دو سوفي دي فامي بوفر مساكن دي زامي تانيك تلقى روحك دنكو انسان يظلمك. كيفاش كنت حسين في هذاك الوقت كي شفت روحك ما كانش في المونتير؟ والله غير قلت لك ربي عطانا شويه عندنا الايمان وعندنا مورفين مورفين بالجوع والحفا كاين درام كاين ما كاينش عايشين. حقرا حسيتها؟ اه حقرا بيان سور اخ تعرف راني نحكي وكان نشوف راني نشوف ما مازال الدموع راح يهبطوا لي بصح وكان يشوف هذا السيد هذا راح ممكن اللي عنده الاخر يمرض سورتو واحد كيشوف الدموع تاع الرجال بطبيعه الحال ما تمرش مرور الكرام سي دور تري دور والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل راح نبقاو هنا خلاص ما كانش كلام واحد اخر